تقرير مهم أعده مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية يتناول زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى العراق مؤخراً. في زيارة غير معلن عنها، وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ومعه رئيس الأركان يشار جولر إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية استمرت لأيام، والتقى بمسؤولين كبار في بغداد وأربيل. فور وصوله إلى العراق قال أكار إن أنقرة تحترم وحدة العراق وسيادته، لكنه أشار إلى أن الإرهاب في شمالي العراق يمثل تهديدا للبلدين، وإن التعاون والتنسيق بينهما سيلعبان دورا مهما في مكافحة حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، معربا عن استعداد بلاده لدعم العراق. هذه الزيارة جاءت بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الشهر الماضي إلى تركيا مع وفد حكومي رفيع المستوى لتعزيز العلاقات، وحينها قال أردوغان إنه قرر وبالتعاون مع العراق مواصلة مكافحة الأعداء المشتركين المتمثلين بتنظيمات داعش وبكك وعبد الله جولان كي لا يكون لهم مكان في مستقبل تركيا والعراق وسوريا. كما وتندرج الزيارة هذه ضمن إطار الخطوات التي تقوم بها تركيا لتأمين جبهات وجودها في الخارج قبل بدء إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن النظر في ملفات خارجية أهمها الشرق الأوسط. وعقد أكار ورئيس الأركان التركي خلال زيارة لقاءات في بغداد مع وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، ثم استقبله الرئيس العراقي برهم صالح، ثم سافر إلى أربيل وهناك التقى الرئيسين الحالي والسابق لإقليم كردستان نيتشيرفان بارزاني ومسعود بارزاني. كما زار مكتب الجبهة التركمانية في أربيل وأكد هناك إن دعم أنقرة مستمر للجبهة. وخلال اللقاء الذي جمع خلوصي أكار بالكاظمي أعرب الأخير عن رفض العراقي أي تهديد أو نشاط إرهابي يستهدف تركيا انطلاقا من العراق. وفي المقابل أعرب أكار عن استعداد الجيش التركي لتقديم كامل الدعم لنظيره العراقي. تركيا التي تسعى عبر التنسيق مع الحكومة العراقية إلى تضييق نشاط حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية قلقة من مخيم مخمور للاجئين الذي يضم حاليا قرابة 13,000 لاجئ من عائلات حزب العمال الكردستاني، كما أنها قلقة أيضا من انتشار مدارس فتح الله جولان في العراق. أما على الجانب العراقي فهناك مخاوف من استمرار انتهاك تركيا للسيادة العراقية عبر التدخل العسكري في شمال البلاد، ناهيك عن مواقعها العسكرية الدائمة في إقليم كردستان ونينوى. وإن لدى العراق أيضا مخاوف من استخدام تركيا لحصته في مياه نهر الفرات للضغط عليه سياسيا واقتصاديا. ولكن المراقبون يقولون إن الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل حول مدينة سنجار قد أخذ بعين الاعتبار كل المخاوف التركية وعمل على تبديدها، وما تبقى فقط هو أن تأخذ تركيا بالمقابل المخاوف العراقية إزاء تدخلاتها على محمل الجد أيضاً.